السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شو مع بعض الفيوز، بتيجي هنا بتلاقي عندك فيوز نمبر 1 و 2 و 3 ولحد 8. تقدر تظهر اي واحد فيهم وتخفي اي واحد فيهم، يعني ممكن تخفي دوت وتظهر دوت. طيب عايزين نبدأ نظبط المقاسات اللي هنا، فاجي هنا واقول له ارينج فيبدأ يظبطهم من فيو. تلاقي ان انت تقدر ترتبهم باكتر من طريقة زي ما انت عايز. بالشكل دوت هيبدأ هو يظبط عمرك. ممكن اجي هنا، طيب ممكن برضو نقول له هنا دي المانج فيو جروبس، فممكن تقول له انا عايز اعمل جروب تاني ونسميه مثلا باك، والديسكريبشن بتاعك زي ما انت عايز. اقول له ابلاي كلوز، ولو دوست كنترول شيفت ورايت هتبدأ تظهر لي بالشكل دوت. فتقدر تختار مثلا انت عايز فرونت ولا عايز باك، فيبدأ يجيب لك باك هنا. ونقدر من هنا نلاقي ان احنا نقدر نظهر ونخفي اي حاجة، يعني لو انت عندك باك جراوند تقدر تخفيها او تظهرها، الجريد تقدر تظهر وتخفي زي ما انت عايز. تقدر تختار الستايل اللي انت عايزه من هنا، كل دي حاجات تقدر تختار زي ما انت عايز. لو انت شغال مثلا شباك تقدر تخليها باللون دوت، تقدر تخلي الشكل بتاعك يملى الشاشة من هنا.